إذا المشاهدين الكرام كملين وياكم كل فقراتنا الخاصة بحلقة هذا اليوم بعد ما شفنا وياكم الرياضة الصباحية. إحنا دائما عودناكم أنه أي موضوع يكون موجود الترند أو أي موضوع يشغل الشارع العراقي أو منصات التواصل الاجتماعي إحنا دائما نسلط الضوء عليه مثير الجدل ونحاول نوصله بطريقة جدا إيجابية لا الهدف منها الإساءة ولا التشويه ولا تقليل الاحترام لكل جهاته المعنية، لكن الهدف الأساسي أنه نوصل الكلام بطريقة إيجابية إذا كان الموضوع سلبي حتى نقدر نحاول أنه نحله بشكل جدا إيجابي وشكل جدا واعي وشكل جدا ثقافي. الموضوع اللي يمكن الكل شافه والكل تناقل على منصات التواصل الاجتماعي، إحنا اليوم ما عدنا موضوع وسيرة غير كاظم الساهر اعتذر من حفل افتتاح أو ختام خليجي 25. قامت الدنيا وما قعدت، كل بيجات التواصل الاجتماعي، كل منصات التواصل الاجتماعي، بدنا نشوف التعليقات والهجوم الكبير اللي صار عن القيصر، عن اعتذار القيصر كاظم الساهر عن افتتاح خليجي 25، واحنا كلنا نعرف انه توجهت الى دعوه يا اما افتتاح او ختام خليجي 25 اللي راح يقام بالبصره الفيحاء من قبل وزاره الشباب والرياضه الاستاذ عدنان درجال اللي قدم هذه الدعوه للقيصر كاظم الساهر. ويوم امس كلنا شفنا الاعتذار اللي صار من مكتب القيصر كاظم الساهر عن مجيئه لهذا الحفل اذا كان بالافتتاح او ختام هذا الحفل. وصارت الترندات اللي على منصات التواصل الاجتماعي والطعن بعراقية القيصر كاظم الساهر، واحنا كنا نعرف انه الفنان العالمي كاظم الساهر اللي هو سيرته الفنية وتاريخه الفني واللي قدمه للفن اللي هو كان هدفه الاساسي هو رفع اسم العراق اكثر واكثر بكل بلدان الوطن العربي وحتى العالمية. وانا مثل ما قلت انه الفنان العالمي القيصر كاظم الساهر لأنه سمعة وتاريخ وفن كاظم الساهر وصل للعالمية ويعتبر هو اليوم الفنان العربي الأول اللي دخل هذا العالم واللي درست كل أغاني بالجامعات الأمريكية. لكن اعتذار القيصر كاظم الساهر والمكتب الخاص بالقيصر كاظم الساهر بعد غياب ربع قرن عن العراق من مجيئة لافتتاح أو ختام خليجي 25 قامت الدنيا وما قعدت وتركوا كل المواضيع المهمة بعراقنا وتركوا كل اللجان بهذا الافتتاح وبهذه الاحتفالية الكبيرة لخليجي 25. وإحنا كنا نعرف أنه هذا الافتتاح وهذا الحفل اللي راح يكون بخليجي 25 يا أما راح نلعب على أرض البصرة أو ما راح تصير اللعبة بسبب الحظر. احنا كنا نعرف الحظر اللي طلع علينا، فهذا السبب الاول اللي لليوم يشكك انه تكون اللعبه فعلا راح تكون على ارض خليجي 25 بالبصره الفيحاء. هذه النقط الكل استبعدها وهذه النقط الكل ما حد سلط الضوء عليها ولا احد فكر بيها. صار الموضوع الاساس شلون القيصر كاظم الساهر يرفض افتتاح او ختام خليجي 25. طيب احنا تركنا كل الامور السلبيه الموجوده عندنا بالعراق، تركنا الفنادق، تركنا المستشفيات، تركنا الشوارع، تركنا الكهرباء، تركنا المي، تركنا كل الاحتياجات اللي نحتاجها احنا بالعراق وسلطنا الضوء فقط وصارت الزاويه الاساسيه اللي عندنا كاظم الساهر، شلون يعتذر؟ والتشكيك اللي صار بعراقيه كاظم الساهر، هل من المعقول انه انا اشكك بعراقيه كاظم الساهر بسبب رفضه لهذا الحفل؟ الظروف اللي احنا بيها اليوم، انتشار فيروس كورونا اللي عندنا بالعراق، الاصابات الكبيره اللي تصير عندنا اليوم بالعراق، قله حالات الشفاء، ارتفاع نسبه الوفيات اللي عندنا، يمكن هذا واحد من الاسباب لاي شخص اليوم لاي دعوه توجه لاي فنان اذا كان عراقي مغترب واذا كان فنان عربي خارج العراق توجه له هذه الدعوه ممكن انه يعتذر. هذا من حقه الشرعي انه يعتذر بسبب الظروف اللي دا يعيشها كل الوطن العربي وحتى العالم، انتشار فيروس كورونا، الإصابات العالية جدا تحديدا عندنا بالعراق، يمكن هذه واحدة من الأسباب اللي خلت مكتب القيصر كاظم الساهر يرفض هذه الدعوة ورفضها بكل محبة واحترام. وما أعتقد أنه أكو تقليل من احترام وزارة الشباب والرياضة للي يترأسها أكيد الأستاذ الكبير عدنان درجال، يعني كان اعتذار جدا طبيعي
وموضوع جدا طبيعي، ولا تشكيك بعراقية كاظم الساهر، ولا تشكيك بتاريخ وفن وأصالة هذا القيصر وهذا الفنان الكبير. احنا هواي اكو عندنا نجوم يعني هساني عفت كل شيء يعني الا القيصر كاظم الساهر، فعلا هو اسم ورمز كبير، رمز مهم من رموز عراقنا الحبيب اللي نفخر اكيد بوجوده بعراقنا الحبيب. لكن انا يعني عتبي على الناس اليوم على السوشيال ميديا اللي بدت بالسب والقذف والاهانه والتشكيك بعراقيه كاظم الساهر والتشكيك بفن وتاريخ الفنان كاظم الساهر. لا احنا مو من يعني من موضوع واحد نمحي كل ايجابيات هذا الفنان، القيصر ترى قدم هوايه للعراق. يعني القيصر قدم هوايه امور للعراق وقدم المساعدات للعراق ولاطفال العراق، وكنا نعرف هو سفير اليونيسيف واللي قدمه لنا للعراق. احنا ليش يعني بموضوع انه رفضه لاحتفاليه افتتاح او ختام خليجي 25 اللي لليوم غير معلوم راح تكون اللعبه على ارض البصره بسبب الحظر او لا، وتركنا كل اللجان الخاصه بهذه اللعبات، تركنا انه احنا راح نلعب بكاس العالم، تركنا كل الامور الرياضيه الكرويه الخاصه بكره القدم العراقيه، وسلطنا الضوء على الهدف الاول والاخير اللي صار هو القيصر كاظم الساهر. هذا اللي صار، والمشكله الاكبر اليوم السب والقذف يا ناس. يعني أنا أتمنى أنه أسمع كل آراءكم. فقرت ليش إحنا اليوم، ليش هذا الهجوم اللي صار على القيصر كاظم الساهر من بعد رفض المكتب الإعلامي الخاص بالقيصر والفنان العالمي الكبير العراقي كاظم الساهر حضوره حفل افتتاح أو ختام خليجي 25 بالبصرة الفيحاء. أكيد أرقامنا راح تكون ظاهرة وياكم في أسفل الشاشة، أنتظر كل اتصالاتكم، أنتظر كل تعليقاتكم، وجهة نظركم بهذا الهجوم اللي صار على القيصر كاظم الساهر. وعلى فكرة أنا هنا عنصر محايد، أنا لا مع القيصر ضد وزارة الشباب والرياضة ولا مع وزارة الشباب والرياضة ضد القيصر كاظم الساهر، لا الطرفين هم عراقيين والطرفين هم من بلدنا. فخلونا نشوف ويانا أول اتصال، منال من المثنى. صباح الخير منال. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا تسمح لي كلمة بسيطة أشارك إذا ممكن. أنت تأمرين وعلى الراس، تفضلي. زين. هذا العراق العظيم، هاي التضحيات العظيمة اللي قدمها، هذا العراق اللي ما حد يوصل له بعظمته وتضحياته. فعلا. ما يستحق أضحي وأجي وأحضر ولو ليلة ساعتين أفتح. أنت هسه قلت كاظم الساهر هو القيصر طبعا هو عنوان، ما يستحق العراق أضحي وأجي وأحضر وأفرح العراقيين؟ ما يستحق تضحيات العراق إنه يحضر ويزيح الألم اللي يعيشونه العراقيين ولو جزء من الألم؟ نعم. شنو كورونا؟ كورونا العالم كله بكورونا. نعم. العالم كله مشاكل وكله هموم. هذا العراق العظيم الأبي ما يستحق ساعة أو ساعتين من كاظم الساهر يحضر يفتح الافتتاح؟ هذا مهدر أبدا، مرفوض. دجلة والفرات ترفض، نخيل العراق يرفض هذا الأعذار. عراق عظيم ضحى وضحى 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 وما يزال يضحي. ممكن اي مطرب يجي يفتتح؟ واكو عندنا مطربين عظماء قرامه شامخه، لكن طلب بالاسم عراق الحبيب يطلبني لو مهما يكون، لو امشي على النار احكي واحضر تضحيه بسيطه، لا تعتبر تضحيه. لا أجاز العراق مهما أقول، لا أجاز العراق ولا أرض العراق ولا دماء العراق ولا شهداء العراق مهما أقدم لا أجاز. شوفي العذر مرفوض. شوفي أني هز أني هز منال، من قبلك أو من قبل أي شخص، أي شخص لا يبرر رفض العراق. تمام. شكرا 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 لك ولمداخلتك. أني كل كلامك بحب وباحترام، اكيد اني انحني لكلامك، لعظمه هذا العراق، لتاريخ هذا العراق، لشعب هذا البلد.
الكبير اللي عانى ما عانى واللي تعب واللي قدم واللي ضحى بالغالي والنفيس. يعني عتبك انت اليوم على القيصر كاظم الساهر هذا عتب محبه. اني هذه الرساله بدي اوجهها، انه اليوم من نعتب على اعتذار القيصر من حضوره لهذا الحفل وهذا الافتتاح داخل البصره الفيحاء وعراقنا الحبيب، يعني ممكن اني اعتب عليه بمحبه، اعتب عليه بعراقيتنا، اعتب عليه بتاريخنا بدون ما اسيء وبدون ما انه اقلل من احترام القيصر وبدون ما اتجاوز واسب واقذف. يعني اليوم انت عاتبتي بكل محبه. خلونا ناخذ اتصالنا الثاني. علي صباح الخير علاوي. صباح النور يا بعد روحي. سالم روحك. الله يسلم روحك. الله يخليك حبيبي اشكرك. علاوي اسمعك علاوي، احنا اليوم بدنا نحكي عن موضوع اعتذار القيصر كاظم الساهر من حضور افتتاح او ختام خليجي 25، وشفت الهجوم اللي صار على القيصر، انت شنو وجهه نظرك؟ فقدنا الاتصال ويا علاوي. ويانا عمار. الو عمار صباح الخير. صباح النور. صباح الورد حبيبي، تفضل عمار. نعم، بخصوص موضوع القيصر ومشاركته نعم. الخليجي طبعا هو له اسبابه، يعني هو اعرف انه بهذا الموضوع اللي يصير، و يعني السبب واضح، يعني انه كل انسان له ظرفه الخاص به. صح، فاحنا ما نعرف شنو ظرفه بالضبط، حتى احنا راسا نهاجم وهيك، يعني هذا كاظم الساهر قدمه هاي للعراق، يعني حقيقه. انا هذا اللي قلته طبعا. فاحنا ما نريد انه نشهر به وراسا نقذف عليه بالكلام انه ما شارك بالخليج. وهذا يعني بالاول وبالتالي هو ابن بلدنا. يعني اذا يعني يعني اذا احنا ابن بلدنا للعراق فاحنا ما ننسى فضله هواي، يعني بالعكس، يعني الى ظرفه الخاص، احتمال يعني احتمال ظرف صحي، احتمال ظرف اجتماعي يخصه، فهو ما يريد يبوح عنه. كل انسان له عذره، ويعني هذه حريته الخاصه. وعلى فكره يعني القيصر كاظم الساهر، يعني خاف احد يقول انه دا يغني نعم. باي وطن من البلدان العربيه والعالميه، كاظم الساهر لليوم نعم. ما قدم اي حفل. بالعكس كاظم الساهر حتى يعني بمهرجان بيت الدين بكل الدول، يعني كاظم الساهر حتى بمهرجان بيت الدين اعتذر عن الحفل وما قدم هذا الحفل. يعني حتى لا البعض يقول انه ليش يغني بفلان مكان وما غنى بالعراق. انا جدا شاكر مداخلتك ووجهه نظرك. يعني هو من 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 غنى باقي الدول ودول العالم، هو مثل العراق، مثل الشعب العراقي كله. فعلا، شكرا لاتصالك ووجهه نظرك. واني ارجع واذكر واقول انه القيصر كاظم الساهر لليوم ما قدم اي حفل نهائيا، يعني حتى الحفل اللي قدمه الاونلاين بسبب فيروس كورونا وبسبب الظروف اللي كانت. فكل انسان وإلى ظروفه الخاصه. ويانا صباح. صباح الخير. الو صباح. الو الو صباح الخير. صباح الخير. صباح العافيه، تفضل صباح. الله يسعدك حبيبي. حبيبي انت بعد قلبي، والله اريد اشترك بهاي المداخله. تفضل. الحجمه الشنيعه على القيصر كاظم الساهر. نعم. طبعا كاظم الساهر احنا ما ننسى فضله على العراق صراحه. قدم امور، وما ننسى عندما غنى لبغداد جريحه، ما ننسى انه عندما غنى والاطفال العراق ايام الحصار الجاهل على العراق. يعني هسه هاي السوشيال ميديا، يعني مع احتراماتي بالشعب العراقي هذا جهل. يعني اي شغله مو شرط كاظم الساهر، فنان رياضي زين مثلا، هسه على سبيل المثال احنا نحكي نقول يا بعيد هسه من يقول بطوله الخليج راح يصير البطل. انا مو قلتها قبل شويه. احنا حضر علينا طبعا. زين هسه احنا بالنسبه لنا تصير بطوله الخليج لو ما تصير؟ يعني انتم سقطتوا عراقية الرجل، يعني شنو من بشر انتم؟ شنو من ناس انتم؟ كاظم الساهر رجل يعني اعتبره سفير الاغنية العراقية وقيصر
وعالمي فعلا. ما يصير هيك كل شخص يعني اللي يعتذر يا اخي فيروس كورونا، فيروس كورونا هو قبل فتره اعتذر عن مهرجان عالمي بسبب الفيروس صح، يعني قامت القيامه صح. انا سام ذكرت قبل شويه فعلا جدا شاكر. مشكله يا اخويا مشكله. احنا المشكله الاساسيه يعني كلها السوشيال ميديا علي وقابل المشاهدين زعلانين. لا بالعكس احنا منعقع كلنا بصراحه. هذا السوشيال ميديا يعني سوانا كارثه صح، كارثه. يسقطون بالناس، يسقطون حتى بالناس مو اختصاص كاظم الساهر الفن، اختصاص رياضه، صحه، تعليم، جاي يسقطون بالعالم فعلا. عجيب يعني، عجيب يا أخي، عجيب والله عجيب. هالشعب هذا عجيب، يعني دمار البلد من الشعب هذا ما أدري شنو. أنا جدا شاكر مداخلتك ووجهة نظرك. يعني البارحة أنا شفت شاهد كلامي لقاء للفنانة اللبنانية ديانا حداد بآخر لقاء لها ببرنامج سهراية تحديدا، ذكروا وسألوا الفنانة ديانا حداد، وموجود اللقاء على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، على اليوتيوب أيضا موجود. ذكروا لها عدة أسماء ومن ضمن هذه الأسماء القيصر كاظم الساهر. قالت لهم ممكن أرد على كل هذه الأسماء برأيي، قلت لهم لكن القيصر مستحيل أني أنطي رأيي به. القيصر ثم القيصر ثم القيصر، نفخر أنه عندنا فنان بالوطن العربي اسمه كاظم الساهر. هذه ديانا حداد، في حين إحنا اليوم اللي هو ابن بلدنا واللي رافع رأس العراق واللي بكل محافل الوطن العربي والعالم بأي مهرجان من يكون كاظم الساهر يعني العراق موجود ويرفع راية الله أكبر ويغني للعراق واللي قدمه للعراق والمساعدات اللي قدمها للعراق. أنا اليوم أتمنى من وزارة الشباب والرياضة ورسالتي للأستاذ عدنان درجال أنه يصرح بتصريح أو ببوست معين لكل هذه الهجمات الدصير ضد القيصر كاظم الساهر، لأنه أنا متأكد أنت بغيرتك الكروية العراقية ترفض أي شخص يتهجم على أي مواطن عراقي أو على أي شخص قدم للعراق وضحى للعراق وتحديدا القيصر كاظم ساهر. ويانا آمنة، صباح الخير آمنة. صباح النور. هلا عين. صباح الورد، فضلي آمنة. بس عين احنا من حي فرات، يعني مي معاناة فد مرة زفت، مي ماكو. نعم. يعني خلاص عايشين على البيارة. نعم. بدوا أروحكم، يعني حاول بك توصلون هذا الصوت. من وين أنتي؟ من حي الفرات. من حي الفرات، ماكو مي عندكم؟ تمام ان شاء الله وصلت رسالتك. يعني احنا اذا نحكي عن القيصر كاظم ساهر وهذا خير دليل اللي قلته قبل شويه، احنا عفنا المي وعفنا الكهرباء وعفنا الخدمات المترديه بالعراق وعفنا المستشفيات المترديه بالعراق، عفنا خدمه الفنادق المترديه اللي عندنا بالعراق، عفنا كل الظروف اللي يعاني منها المواطن العراقي وركزنا بس شلون كاظم ساهر يرفض جيت للعراق وهو عراقي وخارج العراق. ما اللي موجودين داخل العراق ما قدموا شيء للعراق، نعتب على القيصر كاظم الساهر. ويانا اتصال. الو صباح الخير. عليكم السلام. السلام حبيبي. عليكم السلام والرحمه. شلونك استاذ مصطفى؟ الله يخليك يا حبيبي، صباح العافيه. الله يسلمك. الله يعزك. شنو وجهه مصطفى نظرك ايه بالموضوع اللي صار والهجمه اللي صارت ضد القيصر كاظم الساهر؟ والله القيصر يعني احنا ما نكره، احنا نحبه، بس القيصر عاتبنا عليه يعني عراقي، ابن الشعب، هو ابن العراق. اي يعني لازم يعني، بس ما نعرف شنو ظروفه، هو شنو المنع عن مجيئه يعني الرفض هذا. نعم. يعني اي والله، ولا هو عراقي ابن العراق وهو سفير الاغنيه العراقيه مو بعد يعني. طيب انا بس اريد وجهه نظرك بالهجمه اللي صارت عليه والسب والقذف والتشكيك بعراقيته. من ذمه؟ من ذمه؟ هو ابن البلد، هو يعني رافع روسنا بالخارج. اني عراقي اصلا، عراقي. هذه اهم نقطه، وانا جدا شاكر الوعي والثقافه اللي عندك ووجهة الله نظرك بهذا الموضوع، جدا شاكر مداخلتك. يعني احنا من نعتب على القيصر كاظم ساهر نعتب بمحبة، نعتب بحبنا لعراقيته، نعتب بحبنا لفنه، نعتب بمحبة تراب الأرض العراق لمجيء القيصر كاظم ساهر بعد غياب هذا الربع قرن عن بلد العراق، عن الظروف اللي مر بها العراق والعراقيين. لكن هو بكل ظروفه وبكل معاناته القيصر كاظم ساهر
يمكن كل المغتربين خارج العراق هم يعيشون نفس المعاناة اللي نعيشها احنا. ويانا ام امير من بغداد. صباح الخير ام امير. طبعا اني ارفض. السلام عليكم. عليكم السلام. اني ارفض الحكي على كاظم الساهر لان هو ابن العراق وقدم هواي شغلات للعراق. نعم. وخلي يعيدون يعني يعيدون النظر بالموضوع افضل. نتمنى. لانه يعني الموضوع صار جدا على السوشيال ميديا بشكل جدا كبير، والكلام اللي صار عليه والتجاوزات اللي صارت على القيصر كاظم الساهر، احنا رأسا ننسى انه هذا الشخص هو ابن العراق، ننسى انه هذا الشخص هو قدم للعراق. هذه النقطة اللي يمكن الكل اليوم على السوشيال ميديا دا يتناساها ومركزين فقط انه اعتذر عن مجيئه للبصرة الفيحة. جدا شاكر اتصالك ووجهة نظرك برفضك لكل الهجوم اللي صار على القيصر كاظم الساهر. ويانا امير من بغداد. صباح الخير امير. حبيبي صباح الخير استاذ مصطفى. الله يخليك حبيبي. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير، اذا انتم بخير احنا بنص الخير ان شاء الله. الله يبارك. الله يسلمك. بس استاذ مصطفى احنا بالنسبه لنا كعراقيين اولا هذا الموقف مال كاظم الساهر محسوب عليه. زين. حتى احنا ما نكون، حتى انت بتوجه مالك حتى الاخرين من يصير موضوع يخص العراق هذا خارج نطاق الحجج. نعم. ممكن المكتب مالته اذا هذا يتكرم هو على الشعب العراقي وكونه عراقي، واحنا نعرف كاظم الساهر ومكانته بالنسبه والشعب العراقي يعني هو شرف له انه ينتسب اليه. لا تطون الموضوع وكانه كاظم الساهر فات خط احمر طالما العراق. هاي اولا. الشيء الاخر احنا ضد انه الاساءه اليه، لان جانب اخلاقي الانسان لازم عند حد معين انه هذا عراقي او مع اي شخص اخر. نعم. بس انه احنا ننطيه حجه هو يطلع يعتذر للشعب العراقي يقول انا عندي فد ظرف طارئ، لا ننطيه يعني عذر. يطلع يقول انا عندي ظرف مثلا مريض مثلا حقيقي يعني اللي منعه من الجي. اما احنا يعني ننطي الامور بهاي البساطه لا، باكر عقبه اي واحد شيء يخص العراق راح شنو؟ راح يتمادى به. لانه شنو؟ عراقيتنا لازم تصير خط احمر، سواء الاعلام، سواء الاشخاص، الشعب، ما ناخذ الامور بهاي البساطه، مثل ما طلع الاخ ابو الانبار يقول لا احنا يعني شنو هيك وشنو هيك، لا هاي العراق. يعني هذه شوف انت هسه انت ايش قد هسه من تطلع بالبرنامج وايش قد الشيء اللي يخص العراق وتنطي اهميته طبعا. واحنا نقول 7000 سنه صار حضارته، هذه الاشياء اذا ما ابن البلد يوقف عندها لعش وقت نوقف. وهو شوف هسه تقول لي موضوع رياضي، والرياضي قاطع قطاع الشباب هوايه ويمسنا احنا، يمكن بال 2007 العراق كله طلع وحد الرياضة، وحدت العراق الرياضة كله. الرياضة والفن توحد العالم كله بالضبط. بالضبط حبيبي. شوف مصطفى أرجوك يعني من تتناول الموضوع تناوله وكأنه عتبك على القيصر ما أجا يطلع آني هو آني يطلع شخصيا آني من حكيت يعني إذا تسمح لي إذا تسمح لي قاهر يعني إذا تسمح لي أنا أول ما حكيت قلت أني لا مع القيصر ضد شعبنا العراقي ووزارة الشباب ولا ويا الشعب والوزارة ضد كاظم الساهر لأنه أنت ويا الشعب أنا لأنه لأن اثنيناتهم السابقة والهذا كله ويا الشعب. أنا 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 جزء ما يتجزأ أكيد من هذا الشعب وهذا العراق والمعاناة اللي عشناها، لكن إحنا أتمنى أنه نوجه عتبنا بمحبة. إحنا أنه نعم. رسالتنا أنت قبل شوية أنت قبل شوية أنت قبل شوية أنت قبل شوية قلت قلت في الجملة كلش حلوة، قلت عراقيتنا خط أحمر. إي وكاظم الساهر عراقي فايضا يعتبر. نعم. خط احمر وما نقبل احد يتجاوز عليه. نعم. انا هذه رسالتي. نفس الوقت هو يخلي الخط العفو. اي تفضل. حتى يعني حضرتك انت احنا اتفقنا على الخط الاحمر واعطيناه الاهميه ليش؟ لانه هو هذا العراق فهو أكيد. عليه ان يطلع يعتذر يقول انا سبب شنو السبب؟ كون سبب قوي. يعني احنا اذا مو سبب قوي شنو شنو يعني عنده التزام معين او مثلا اذا سبب قوي معذور كلها انا وانت والشعب اللي يحبه كله عذره بس هذا راح يفقد شعبيته هنا بالعراق ان شاء الله. لانه شنو اذا ما ويا الاحداث احنا الان بحاجه الى فرحه وانت تعرف الشعب العراقي تعبان صح. فالرياضه جزء من فرحه العراق صح. هذه حتى على الكل تفهمها
فهو من يجي لهناك راح شنو يعزز هذه، والخليج كله على داعمنا ويدعمنا ويدزون منا كدعم عنا، ونشوف كل رؤساء الاتحادات احنا ندعم العراق والهاي، وهو كشخص يفترض يدعم ضابط الزواج. اما الاساءه له ما مقبوله، لانه لازم تكون عندنا اخلاقيه العراقي باخلاقيته بروحيته، احنا متعودين على الطيبه والهاي حتى ما نطلع عن الحد المقرر. صح، شكرا. وانا ممنون منك كقابة أكثر. ما عليك منه يا حبيبي. لا بالعكس، ما عليك منه ونورتني. أنا يمكن حكيت بالبداية وأرجع وأحكيها وأعيدها مرة ثانية، إحنا دا نوجه عتب للقيصر كاظم الساهر بعتب محبة. أتمنى أنه من نعتب على القيصر نعتب بمحبة بدون التجاوزات، بدون التشكيك بعراقيته، بدون الانتقاص من تاريخه. ولا ننسى شغلة مثل ما قلت، أنه القيصر كاظم الساهر هو مثل العراق بأجمل وأروع وأرصن صورة بكل بلدان الوطن العربي وبالعالم أجمع، من يكون متواجد على أي مسرح حتى بالألبرت هول من غنى القيصر كاظم الساهر، يعتبر هو أول نجم عربي بعد نجوم العالم اللي وقف بهذا المسرح وغنى للعراق وقدم للعراق وكان حامل راية الله أكبر العراقية. وبعض الدول العربية اليوم رفض القيصر كاظم الساهر أنه يغني بمسارحها وبمهرجاناتها احتراما للعراق. يعني بدون ما نتطرق لكل هاي التفاصيل ويانا، يمكن علي من بابل. مجر اخ مقدم البرنامج، فد لحظه على كيفك. على كيفك هذا قصر العراق ابو سام هذا. الله. طيب طيب، هسه خليني اسلم عليك اقول لك صباح الخير. صباح الخير حبيبي. وانا ادري بك انه انت من فعل للتجاوزات اللي صارت على القيصر على قولتك ابو سام هذا. اسمع منك. انا في العراق، انا ابو وسام. يعني انا بال 92 انا عمري تقريبا 10 سنوات الى 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 11 سنه. نعم. زين، واني اسمع الاقراص مالتي. صح. زين. بس العراق انا ابو وسام. يعني انت ترفض التجاوزات اللي صارت، ترفض كل الكلام والتشكيك بفن وتاريخ وعراقة هذا الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر. وكلش واضح عليك، تعرف لانه انت اول ما دخلت حتى قبل ما تسلم انت رافض كل التجاوزات. اكيد. زين. انا يعني العراقيين ايش فيهم والله ما اعرف. يعني مو قلت انا قبل انا قلت الزينين طبعا معترمات الزينين اكيد هي لو خليت قلبت، لكن اكو نفوذ ضعيفه موجوده على السوشيال ميديا هي اللي تسوي كل هذه البروباغندا وتسوي كل هذا التهويل حتى يصير التجاوزات على القيصر الكاظم ساهر. الهدف الاساسي حتى تصير بلبله. اكيد هذه احنا كنا فاهمينها. هذا قيصر العراق ابو سام هذا. يعني الاغاني مالته الكلمات مالته زين، ما يصير يعني احنا بالعكس احنا العراقيين المفروض احنا الشجعه. صح. زين. مو صح. لا لان احنا هذا البلد يمر بازمه، ازمه وباء. صح. يعني واحد لازم يعذره، يجوز يعني الصحه ما عنده، يعني شويه صحته تعبانه. ما نعرف احنا ظروفه اكيد يعني. وانا جدا شاكر مداخلتك ووجهه نظرك، واني ارجع واقول انه القيصر كاظم الساهر هذه الفتره ترى كلها موقف نشاطاته الفنيه، لا حفلات لا اغاني ولا ابد. وكنا نعرف حتى اعتذر عن عده مهرجانات داخل الوطن العربي وحتى عالميا. واني ارجع واذكر نقطه اساسيه، يعني احنا لو نرجع للسنوات الماضيه ونرجع لتاريخ القيصر كاظم الساهر، هو رفض الوقوف على عدة مسارح أساءت للعراق وللشعب العراقي. وشفنا أنه بعض الإعلاميين والإعلاميات اللي ظهروا من أحد دول الوطن العربي اللي أساءت للقيصر وأساءت للعراق، ورفض القيصر كاظم الساهر الوقوف على خشبة هذا المسرح احتراما لتاريخ العراق واحتراما للشعب العراقي واحتراما للفن العراقي، فرفض انه يقف على هذا المسرح بالدوله الفلانيه دون ذكر اسم، واكيد كلكم تعرفون اني ومن اقصد، كليته لاجل الشعب العراقي. بالرغم من انه ابناء هذا البلد اللي دا اذكر عنه اني يعشقون شيء اسمه كاظم الساهر، لكن اني قلت قبل شويه انه البعض يحب يسوي البلبله والبعض يحب يسوي مشاكل داخل بلدنا العراق إذا كان للقيصر أو لأي جهة معينة عندنا بالعراق. ويانا زهراء، صباح الخير زهراء. صباح
صباح النور، شلونك بالضبط يمك؟ الحمد لله. يوم في دول عمرك، شلونك؟ انا ممكن اشارك وياك؟ انت ممكن تشاركين وتأمرين وعلى راسنا من فوق. لا يمر عليك بالهم، احنا العراقيين كل سنة اخوة ومودة ومحبة وايد. صح. بس اي تجاوز على اي عراقي كان فنان وكان انسان بسيط احنا نرفضه. طبعا. والفنان كاظم الساهر نجم للعراق. فاحنا نقيم هاي النجومية. ومن استهزئ بيه وعيب على يتجاوز عليه. لان مهما يكون ابن بلدك. هذه نقطة كلش أساسية، وأنا قلت إحنا ننظر إلى كعراقي بعيد عن مجاله واختصاصه. يعني هو ما سوى شيء، يجوز الولد عنده مشكلة، يجوز عنده تعبان، يجوز يعني إحنا ليش ما نقدر الظروف الساعة على حس الطب الخفن يا رجلي، بس عنكم نتجاوز، بس عنكم نغلط. صح. ليش يعني عيب؟ هذه مشكلة البشر بصورة عامة، إنه ينسى كل إيجابيات أي إنسان بسبب تصرف واحد. اي هواية اكو هيك ناس مع احترامات مع الاسف يعني يبيعون وساع يطون بالشخص العزيز عليهم. صح. انا كلش اشكر وجهة نظرك واحترامك وكل محبتنا واحترامنا لك اكيد، ولكلامك بحق القيصر كاظم الساهر وحق عراقنا. احنا نحكي عن عراقيتنا، يعني احنا هسه ما نحكي عن موضوع انه ها والله اعتذر ولازم يطلع يقول اني كذا ولازم يطلع يقول ليش اني مجيت للعراق. اني ما مجبور انه اجبر اي شخص يعتذر ويطلع يقول والله اني مجيت لانه اني عندي الظرف الفلاني. يكفي انه اعتذر لاسباب خاصه، احنا ما نعرف شنو ظرفه، ما نعرف شنو توجهاته، ما نعرف شنو الامور والظروف اللي يمر بيها، لكن بدون تجاوزات، بدون اي اساءه. يعني هذا فنان عراقي، هذا يعني من صارت هجمه من احد النجمات الخليجيات على العراقيين، على الشعب العراقي وعلى الفتيات العراقيات وعلى الشباب العراقيين، احنا كل العراقيين هب بهجمه جدا كبيره على هذه الفنانه الخليجيه والتجاوزات اللي صارت ورفضوا انه اي تجاوز يصير على اي شخص عراقي. طيب ما ليش احنا اليوم من عندنا وبينا ونتجاوز على ابناء بلدنا؟ ليش احنا منا وبينا ونشهر ونسب ونقذف ونهين؟ لا مو بهذا الشكل. يعني انا اتمنى وارجع واقول لا حد يفكر انه اني مع القيصر ضد الشعب العراقي، ولا اني مع الشعب ضد القيصر، لانه المعادله كلها تؤدي لشغله واحده اللي هي العراق. احنا بدنا نحكي عن عراقيتنا، بدنا نحكي عن فن وعن تاريخ. فعلا القيصر كاظم الساهر هو اليوم اسم مهم ومشرف بالعراق والوطن العربي والعالم، ويعتبر اليوم هو مكمل لحضارة وتاريخ العراق. كاظم الساهر امتداد لتاريخ وحضارة العراق. واني ارجع اوجه رسالة، طبعا قبل ما اوجه الرسالة خلينا ناخذ اخر اتصال. رحيم من ديالى، صباح الخير رحيم. صباح الخير استاذ مصطفى، يسعد صباحك، صباح كادر قناة الرشيد. حبيبي صباح سعيد عليك وعلى عائلتك الكريمة. رحم الله بيك. تسلم. بالنسبة للموضوع اللي طارحين انت، مع احتراماتنا للفنان الكبير القيصر كاظم الساهر، لا ننسى وقفاته ويا الشعب العراقي وجداننا الاحترام يا ما وقف للشعب العراقي. نعم. اي بس احنا ليش رد على كاظم الساهر اسمه والله ما اجى شو اسمه ما اجى على رفض انه يجي في افتتاح دولة الخليج 25؟ زين انت هسه عرف كاظم الساهر نظر الموضوع ثاني، انت هسه حذر عليكم ما يخلون المنتخب يلعب على ارض البصرة. انا قلت قبل شوية. اي زين انت ما لعبت على ارض البصرة بعدين كاس الخليج ما راح يصير بالبصرة، يقول لك انت عليك حذر ما راح نجي. صح. يعني احنا عفنا كل الامور الاساسيه الكرويه. انت اول مره فزوا شغله الحظر وشغله المنتخب، عود بعدين روحوا لكاظم الساهر، ليش بديت اول ما حطيت كاظم الساهر بالنص؟ صح كلامك. شكرا لك يا استاذ مصطفى. شكرا لك رحيم، وكل الحب اكيد لكل اللي اتصلوا بينا ولكل اللي يتصلون بينا وما يحصلونا والزخم واللود على الاتصالات، وشكر اكيد لكل شعبنا العراقي اللي انا متاكد ومسؤول عن كلامي، ما اشكك 1% بمحبه العراق للقيصر كاظم الساهر، ولا محبه القيصر كاظم الساهر لبلده وشعبه العراق. لكن انا اوجه رساله لوزاره الشباب والرياضه والاستاذ عدنان درجال، انه يا ريت لو يكون تصريح باسمك واسم وزاره الشباب والرياضه لكل البلبله اللي تصير اليوم على السوشيال ميديا، لكل الناس الجهله مو الناس المثقفه الموجودين على السوشيال ميديا اللي دا يكتبون ويسقطون، مو فقط بالقيصر كاظم الساهر،
بكل الشعب العراقي، بكل العراقيين وبكل محافظاتنا، انه يظهر منكم فد كتاب او فد بوست معين للاساءه اللي تصير للقيصر كاظم الساهر، لانه انا متاكد انتم كعراقيين وتحديدا الاستاذ عدنان درجال يرفض اي اساءه للقيصر كاظم الساهر بحكم العلاقه اللي تربطه بالقيصر، بحكم الدم العراقي اللي يربطنا اكيد مع القيصر كاظم الساهر. واني ما اشكك بعراقيه القيصر ولا اشكك بفنه ولا بتاريخه ولا بكل ما قدمه اللي هو يرفع اسم العراق. وبنفس الوقت اني ايضا اعتب عتب محبه للقيصر كاظم الساهر، لانه احنا كعراقيين نتمنى انه يكون بعد غياب الربع قرن عن بلد العراق يكون موجود بالعراق، يقدم اغاني فعلا على ارض الواقع بعراقنا الحبيب، لانني متاكد انه القيصر كاظم الساهر وين ما راح يكون باي جزء بالعراق كل محافظات عراقنا الحبيب من شماله لجنوبه راح تكون موجوده بالمكان اللي بيه القيصر كاظم الساهر، حتى الناس اللي تجاوزت عليه. لو كان القيصر موجود بالعراق راح يكونون هم اول المحبين اللي يتوافدون حتى يشوفون القيصر ويسلمون على القيصر ويتصورون مع القيصر ويسمعون اغاني القيصر. فاتمنى انه احنا نعتد بمحبه للقيصر ونوجه له كل المحبه والاحترام له ولوزاره الشباب والرياضه ولكل ابطالنا العراقيين بكل طوائفنا وبكل مجالاتنا واختصاصاتنا. لا ننسى نقطه اساسيه، احنا رغم تعدد كل الأطياف اللي عندنا والأديان اللي عندنا، لكن احنا نصب بالأول والأخير بالقلب اللي هو العراق، وما نشكك بعراقية أي شخص. فكل الحب أكيد لوزارة الشباب والرياضة والأستاذ عدنان درجال وللقيصر الفنان العالمي كاظم الساهر. إذا مشاهدين الكرام هذه كانت فقرة ليش اللي أخذنا بها وجهة نظركم عن الهجوم اللي صار عن القيصر كاظم الساهر بسبب رفض لحضوره بحفل افتتاح أو ختام خليجي 25. فاصل ونتواصل وياكم بكل فقرات حلقة هذا اليوم.